صلاة الله ثم سلام على النبي محمد وعلى آله وصحبه وأهل البيت وسائر التابعين بإحسان إلى يوم لقاء ربه رب الهادي إلى أقوام طرق الحياة اهدني إلى أقوام طرق السعادة رب علمني علوما نافعة إلى يا ولي أسرتي ولجميع الجماعة صلاة الله ثم سلام على النبي محمد وعلى آله وصحبه وأهل البيت وسائر التابعين بإحسان إلى يوم لقاء ربه رب أعوذ بك من علوم لا تنفع في حياتي